بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام لجميع الجزائريين والجزائريات اللي عايشين في الجزائر وفي الخارج. الزول في اللون الزول الجزائري الستاريين اللي عايشين دي تموت او كذ الغرباء. بونجور سالي تو لي الجيريا اي الجيريان كي فيفون الجيري اي لترونجي لا شرقيه لا غربيه. ثقافه جزائريه الزول ولا النزول. الزول ولا النزول. لا تبون لا بنبليس. الشعب هو رئيس. اذا يا خوتي العصابة هذه لي فوايو هادو مازال او طمعين. علاش طمعين؟ باسكو رانا نشوفوهم او يفورسيو الشعب باش يدير العنف. شفنا اليوم في المظاهرة تاع خاوتنا الطلبة اللي خرجوا، وشفنا في العاصمة غلقوا المداخل تاع الجزائر العاصمة. معنتها شغل هم يقولوا للناس هادو احنا ماشي جزائريين، غير الناس اللي ساكنين في العاصمه هما جزائري. يعني ما تجيش وين يسكنوا هما، يعني موريتي ما نهضروش عليهم يا خوتي، للكلوب دي باين الاخري، يعني محميين هاد الاشخاص. وهادو نقول للكلاب تاعهم اجبريسيز الكلاب لي شيان دو رو لا بوليس البوليسيه لي شيان دو رو. علاش او يخرج في لي شيان دو رو يخرجهم؟ باسكو لو كان يمد لورد للجيش واحد ما يخرج له. نعطيه لكم الرسمي واحد ما يخرج. اذا شكون لي يوتيليز اي لي يوتيليز لي شيان دورو؟ لي شيان دورو شكون الشاف تاعهم؟ لي شيان دورو الشاف تاعهم تاع بلاد تاع هذاك الخبيث اخبط خبط تاع طليبه تاع الفيل وتاع سعيداني. شكون حطوا؟ حطوا سعيداني. حطوا سعيداني. واش قال؟ تفكرت واحد الكلام قالوا المرحوم مايدي للناس بزاف الناس داروه اضحوكه يضحكوا عليه كما شفنا في لي فيديو الاخر، مي ما على بالهمش باللي كان نقولوا باللي كان يوعي في الشباب الجزائري، كان يوعي حقيقه في الشباب. واش كان يقول على قال في احد لي فيديو يعني سمعته، قال ما معنى الشرطه؟ هي مجموعه من اشخاص متشردين ومفترسين ويحميهم القانون. هذه هي الشرطة في الجزائر، ماشي يديو شرطة كيما أمثال أوكرانيا يمد لهم الشاف لورد باش يضربوا الشعب. حطوا كلش وراحوا للشعب، لأن الورقة تاع هاد لي فايو إلا شرطة ما كاش، ما بقات لهمش خلاص. لان شفنا كما قال الاخ محمد هذاك العسكري، وقال الاخ العربي زيطوت وامير ديزاد، باسكو لازم نتبعوا هاد الناس. علاش يا خاوتي؟ علاش نمد حاجه برك؟ واش كانوا يهضروا من قبل؟ الناس خونوهم قبل ما تصرى الثوره في الجزائر. قال الناس خونوهم الى اخره. هام صح واش كانوا يقولوا؟ كاع صح كاينه منها. اذا قالوا باللي كاين لي كابورا لي سيرجاني الاخ امي هربوا في الفلايك. ديرنيرمون شفنا حاجه، ان جوار دو لي تاع لازمو تاع جمعيه وهران الغارديا هرب بالباطو فلوكا حراق. اذا هاد الاشخاص حبوا هاد الشيء، امي اللي هو الشعب حبوا يفورسيو الشعب للعنف ثانيا، وثانيين حبوا اللي هو زعما ولاد القايد هربوا طليب هكذا يجيبونا من بعد واحد بورت بارول. هادو كاع اللي هو الشعب. الصح سرقوا يتحاسبوا، ماشي اليوم غدوه كي يجيو الاحرار الجزائر. لان ما معناتها الدوله كما قال الاخ مايدي الله يرحمه ان شاء الله من اهل الجنه. مايدي واش قال؟ هي مجموعه من اشخاص متشردين شمايت كرف ياخذوا الرشوه ويصلين في الصف الاول. هادو هي الدوله. اذن يعني انا هنا ماشي متفق باسكو احنا ما عندناش دوله. لا فيريتي نقولوا الحقيقه. واحد ما جاي باش يبني دوله، جا واحد وكسروه وعطاوه وقتلوه، هو المرحوم محمد بوضياف حقيقه. باش نتفاهموا يا خويا، كل واحد عنده حرية الرأي وعنده نظرة إلى آخره. كما قلنا لكم يا خوتي، جابونا قالك القايد صالح هو عنده إن شاء الله، إن شاء الله يموت، إن شاء الله اليوم يجوز. البروبلام يا خوتي باش نتفاهموا، كما في المظاهرة يقول لك
بدوي بن صالح. يا ودي ماشي المشكل هما، شكون اللي حطهم تما؟ شكون اللي حط هذا القايد صالح تما، القايد الخائن هذا؟ هذا هو المشكل. احنا لازم نشوفوا دارير شكون، هذوك هما لو بوازون تاع الجزائر من 62. ومن بعد بعض الاشخاص يدير مع خالد الجزار الحركي هذا، كي تابع هو ولاده كاع كيما راهو. وهذا القايد صالح لا ميم شوز، قال لي جينو تاع الجزائر امثال هذاك عطايليا نساوه كاع، بزاف الناس نساوه، عطايليا كاع يتحاسبوا لان شراو وشراو حوايج في فرنسا. كما قلت لكم يا خوتي، ماشي في البلدان كيما الالمان ولا دوكا ولا في الانجليز ولا في كيما بعض يقول لك هذاك طليبه الفيل او في الانجليز، الله اعلم ولا صح، احنا ما على بالناش. لو كان صح جا راجل، هذا الانسان هذا جا راجل عنده كما قلت لكم يا خوتي ديريمو الرجوله صيفه، ماشي نيمبورت كي يكسبها، الرجوله صيفه ماشي نيمبورت كي، كما قلت لكم يا خوتي الرجوله صيفه. وهاد الاشخاص ليس رجال، ونقول ونجي نعاودها، ليس رجال. كما هذا الفيل هذايا هرب او خايف، باسكو علاش؟ لو كان يعرفوه الجزائريين والله يا خوتي للجوج يبزق، للجوج يبزق، لان خانوا الامه. امي لهونا بهادو زعما باش في المظاهرات نطلع لي فوتو تاع وحهم. المشكل في الجزائر، قالت لها الامه، المشكل في الجزائر لي جينيرو على بوبال والجزائر تدي الاستقلال، وما نحبوا اي تدخل اجنبي. ايش بريسيس؟ لا لتدخل اجنبي، ما نسحقوا حتى واحد لا المشرق لا الغرب. سي بور سا نقول لكم ونجي نعاودها، لا شرقيه لا غربيه، ما نسحقوا حتى واحد، نطلعوا الجزائر تاعنا بالمفكرين بالنخبه تاعنا اللي موجوده في الخارج. وماشي نتفاهموا يا خاوتي كما قال ماكس فيبر، قال لك لو سافون اي لا بوليتيك، ما نجمش نخلطو بين مبتكر اللي يبتكر ماشي هو اللي يشد الجزائر، لان المبتكر ليس سياسي باش نتفاهموا، ما عندوش بعد سياسي. المبتكر يجي لبلادو بالسياسي، هذاك السياسي اللي يمشي يعني يمد لي موايان المبتكر باش يلقى حوايج يلقى ماشينا الى اخره. بلا هادوك لي ماشين الاخر ندخلوا الدولار للجزائر، ندخلوا العمله الاجنبيه للجزائر، هذا هو المشروع تاع الجزائر. السياسي هو سياسي، المبتكر مبتكر، والاستراتيجي اللي عنده فيزيون بعيده. والجزائر تاع الغد كما قلنا لكم يا خوتي هي هو الشباب خاوتنا الطلبة، لهم يخرجوا إلى آخره. يعني يفو باس كونفوندر نقولوا كذا ولا الجزائر للجزائريين الأحرار. خلاص لي يدير نزيد نعاودها، يعني لا ديفيرجونس تاع الأحرار، واحد دار غلطة معليش، مي واحد يدير غلطات كل يوم، يدير غلطة كل يوم، واش معناتها؟ يتفاهم مع المنافقين اللي سرقوا الامه، هذاك محيوه خاوتي، ما نجمش يدخل مع الجزائر تاع الغد. يسورا كيما يقولوا جوجي دوفون لو بوبل، كي تكون العداله الحره، هذه الجزائر تاع الغد. وهذه لي ديفيرجونس ايديولوجيك، ديفيرجونس بوليتيك، هذه موجوده في العالم، موجودة في العالم، باسكو افيك لا ديفيرجونس افيك لو بوزيتيف، ماشي كل يوم كيما يقولوا افيك لو نيجاتيف يجي البوزيتيف، توجور هايدا. اذن هادو من 62 هما في النيجاتيف، جا البوزيتيف، ان الامه ناضت وقال لك خلاص ما نوليوش الديور، خلاص سي فيني. اذن كاينه حاجه يا خوتي باش نطرقوا المرحله الجايه، هي أن الأمة دير عصيان مدني، لازم العصيان المدني، لازم. هذه هي الطريقة السلمية كما داروها
المجاهدين الله يرحمهم في 58 في اللي يعيطوا له واقيلا 4 جو 5 جور ولا لي 7 جور تاع لا غريف. اذا هادو سي لا ميم شوز، هادو سي لا ميم شوز. لو كان واحد يقرا التاريخ تاع الجزائر، تاريخ الجزائر المستضمن القديم، هذا الاستعمار الجديد هذا راهم يتبعوا كاع المستضمن القديم كما قال جون تومبي، ومعروف سيت مختص في في لا سيفيزاسيون. وهذا جون تومبي استان امريكا استان انجلي، كان يتبع شكون جزائري. سي بور سا نولي توجور ليه جزائري، شكون هذا الجزائري؟ خاوتنا ما يعرفوش بزاف. هو محن طازروط والاخ فضيل بوماله كتب ان ليفر عليه، يعني لو ليف تاع محن طازروط هو دار غير بريفاس تاع شكروا تاع لا كولتور الى اخره. وعندي هادو لي ليفر كما قلت لكم، وعندو ان ليف لو ميو ليف اللي قريتو عليه هو لارجيري دو دوما تاع محن طازروط. قادرين تجي تشريوه وماشي غالي، موجود amazon.fr، ادخلوه وشوفوا وقراوه يا خوتي. الناس كيف كانوا يشوفوا الجزائر، واش معناتها الحضاره، كيف تجي الحضاره وكيف تروح الحضاره. كما قال محن طازروط قال لك احنا ما عندناش محل الاعراب كومبليتوم ايش بريشي كومبليتوم. المشرق كل مشرقي اي بورتون راح بشاف كلش البلدان، علاه الناس تروح تخرج تشوف الحضارات، تشوف اللغه، اللغه حضاره، اللغه علاش باش يتعلم باش يجيب لو في كيما نقول لو فير سافوار تاع هذوك البلدان حاجه بوزيتيف يجيبها يابليكيها في بلادو. سي سا حنا مالوروزمون هاد الناس حطموا الجزائر، حطموها كومبليتوم. شكون هما وهاد الناس هادو كيف حاكمين؟ حاكمين بليشيان دو روي وبالحاسين وبشياتين. سي بور سا عايشين هايدا، سي بور سا هما ياكلوا في اللحم، وهاد الشياتين راهم يبانو دو ياكلوا في العظم ومعمر بهم. باش نقولوا يا خاوتي، ونقول لكم يا خاوتي، الجزائر، الجزائر بالشباب تاعها، والجزائر الغد جزائر الافكار، جزائر الغد جزائر افكار. ونقول لكم يا خوتي، السلام عليكم، مره بروشين ان شاء الله.